في شي غريب عم حسه بالليلي لكل الناس أحوالي. انزعاجها تصدم الجميع وتجبر عائلتها على تصوير فيديو معها. شاهدوا جمال ابنتها الكبرى. للناس أحوالي في حب الجو وقلوب ضو. في صورة جديدة شغلت ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، خصوصا بعد انتشار فيديو لابنتها ميلا بملامح اعتبروها غير جميلة. وطرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب لأغنيتها الجديدة تحت عنوان يا عيد بمناسبة عيد الميلاد عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وفاجأت الجمهور بالظهور برفقة بناتها الثلاثة وزوجها وهم يضحكون وينشرون نوعا من البهجة والسعادة. ونال الفيديو فور طرحه على آلاف المشاهدات، وعبر الجمهور عن إعجابه بالأجواء التي أظهرها. يا فرحة ميلاد جديد، يا ضحكة الأولاد، يا ومن جهة أخرى فقد تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر اتصال هاتفي خلال نشرة الأخبار المسائية على قناة الـ LBCI عن أغنيتها الميلادية الجديدة يا عيد. وأكدت نانسي أن عيد الميلاد هو عيد الفرح ولقاء العائلة، متحدثة عن ظهور عائلتها معها في فيديو كليب الأغنية. كريسمس هو عيد ما بيشبه باقي الأعياد، يعني هو عيد معظم الناس بيتفقوا عليه، عيد الفرح وجمعة العائلة والأوقات الحلوة اللي منقضيها سوا. فمشان هيك أنا حبيت بهالعمل هيك أترك سوفانير حلو لأولادي إنه يشوفوه ينبسطوا فيه حتى لو بعد وقت طويل، فاخترت إنه يكونوا معي هن وفادي. وخلال الاتصال الهاتفي تحدثت عجرم أيضا عن حفلها ليلة رأس السنة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التحضيرات للحفل مستمرة. وختمت نانسي عجرم الحديث لافتة إلى أن أغنية يا عيد هي هديتها للبنانيين في العيد، متمنية أن تستطيع أن ترسم بسمة على كل من يسمع ويشاهد العمل. بدي أقول لهم أغنية وكليب يا عيد هي هديتي لألكم هالسنة بمناسبة الأعياد، وبتمنى يعني كل اللي حطيناه بهالعمل يلي من القلب، أكان بالكلمات والألحان مع سليم عساف، ومرورا بالتوزيع مع باسم رزق، ووصولا للإخراج لسمير شرياني، بتمنى يوصل لقلب كل واحد عم يحضر، وأقدر هيك بهالعيد أرسم بسمة حتى لو صغيرة على وجه كل شخص عم يحضر العمل. وبدي أقول لهم أني بحبكم كتير، وبتمنى لكم كلكم أيام حلوة بتشبهنا كلنا نحن اللبنانية، وينعاد على الجميع يا رب.